бляха, на ролку так дивля, по-любому. Обоюсь, блядь! السلام عليكم، أتمنى أن تكونوا بخير وفي حالة جيدة. من الفتاة المخيفة والغامضة التي عثر عليها في الشاطئ إلى الرجل الذي طرده الجن من منزله، سنقدم لكم في هذا الفيديو مشاهد لأشياء مرعبة صورتها الكاميرا بالصدفة، فلنبدأ على بركة الله. قبل أن نبدأ هذه الحلقة، أود أن أشير إلى أن كل المشاهد والمواضيع التي يتم عرضها في هذه القناة يتم أخذها من مواقع ومصادر موثوقة، وستجدونها كلها في وصف الفيديو إن أردتم التأكد، لكن تبقى إمكانية أن تكون هذه المشاهد غير حقيقية ومفبركة واردة. شكرا لكم. رقم 4. يعود هذا الفيديو لشهر يناير من سنة 2020، وقد نشره شاب على موقع الريدت، ويقول فيه بأنه بدأ في الآونة الأخيرة يسمع أصواتا غريبة تأتي من قبو المنزل الذي يسكن فيها، ويحصل هذا دائما في وقت متأخر من الليل، لكنه كان يخاف من النزول إلى هناك لاستكشاف الأمر، لكن في هذا اليوم تشجع وقرر النزول إلى هناك هو وأخوها، وعند نزولهم سمعوا صوتا غريبا يأتي من إحدى الغرف، فدخل الشاب إلى هناك، لكن ما حصل لهم كان غامضا ومخيفا لحد كبير. فلنشاهد التسجيل. Kevin, look at the. Holy shit! Someone's sitting there. Holy shit! Look at the fucking door! Oh my fucking door! No! Chris, get the. No! فكما شاهدتم فلقد بدأ ذلك الكرسي يتحرك من تلقاء نفسه، بعد ذلك أغلق الباب لوحده دون أن يلمسه أحد، ثم بدأت المصابيح تنطفئ وتعمل لوحدها، وقد جعلت هذه الأحداث الشاب يشعر بالخوف الشديد وقرر الرجوع مع أخيه والخروج من هذا القبو، وقد أقسم الشاب بأن هذه الأشياء حقيقية وحصلت بالصدفة وليست بتمثيل، ويعتقد بأن هذا القبو مسكون بالجن. Door! Oh my fucking door! No! Chris, no! فما رأيكم، هل فعلا الجن من حرك هذه الأشياء كما يقول الشاب، أم أن هذا الفيديو مفبرك وليس سوى تمثيل؟ أتمنى أن تشاركونا تفسيراتكم في تعليق. رقم 3. تم نشر هذا الفيديو على موقع الريدت سنة 2019، ويقول صاحب هذا التسجيل بأنه صوره داخل مبنى قديم ومهجور، وقد دخل إليه ليقوم بتصويره واستكشافه على أساس أنه يعمل مع إحدى الشركات التي تقوم بتجديد البنايات القديمة، وبينما كان يتجول داخل هذا المبنى فجأة سمع صوتا غريبا يأتي من الجهة المقابلة، فذهب إلى تلك الجهة لرؤية مصدر هذا الصوت، وفجأة حصل شيء جعله يقفز من مكانه من شدة الخوف. فلنشاهد التسجيل. شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. Mm-hmm.
فكما شاهدتم فلقد تحركت تلك الأشياء فوق الطاولة لوحدها دون أن يلمسها أحد، مما جعل الرجل يشعر بالخوف ويهرب من هذا المبنى المهجور. ويضيف الرجل بأنه كان قد سأل الناس الذين يسكنون بجوار هذا المبنى وأخبروها بأنهم يعتقدون بأنه مسكون بالجن لأنهم يسمعون أصواتا مخيفة تأتي من داخله خصوصا في الليل. لكن بعض التعليقات تقول بأن من حرك هذه الأشياء قد يكون فأرا أو جردا هرب عندما اقترب منه الرجل. فما رأيكم؟ هل فعلا يمكن للجن أن يحرك بعض الأغراض لإخافة الناس كما يقال، أم أن هذا ليس سوى حيوان صغير كان يختبئ هناك؟ أتمنى أن تشاركونا تفسيراتكم في تعليق. رقم 2. هذه الصورة اشتهرت مؤخرا بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقول الرجل صاحب الصورة بأنه كان يصور زوجته وابنه الصغير في جانب الشاطئ. وقد حدث هذا في فصل الشتاء وكان الجو باردا جدا ولم يكن أي أحد في الشاطئ باستثنائهم. بعد ذلك ظهرت له فجأة فتاة وسط الماء في الجهة المقابلة، ففي الأول اعتقد بأنها ليست سوى فتاة ضائعة في ذلك المكان، لكنه عندما اقترب منها يقول أنه أصيب بالخوف الشديد لأن ملامح وجهها كانت مخيفة جدا وكانت تصرخ بصوت غريب ومرعب. وقد قام بتصويرها بسرعة ونشر هذه الصورة على صفحته في الفيسبوك واشتهرت بشكل واسع. ويضيف بأنه عندما ابتعد عن هذه الفتاة توقف واستدار نحوها، لكنه وجد بأنها اختفت في لمح البصر وكأنها ليست ببشر. وقد قال البعض في التعليقات بأن هذه الفتاة قد تكون مسكونة بالجن وملامحها تشبه لحد كبير الشخصية الشهيرة في فيلم الرعب للفتاة المسكونة. قبل أن نشاهد رقم 1، المرجو الاشتراك على حسابنا في الإنستغرام لتشاهدوا أشياء ومفاجآت عديدة. وإن كان يعجبكم هذا النوع من الفيديوهات فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. شكرا لكم. رقم 1. تم نشر هذا الفيديو الغريب والمخيف على موقع الريديت في شهر ديسمبر من سنة 2019، وقد صوره رجل كان يعمل في الصباغة في منزل جديد لا زال في طور الإصلاح، ويقول بأنه كان يعمل لوحده في هذا المكان دون تواجد العمال الآخرين، وليكسر الملل قام بإشعال الموسيقى وبدأ في العمل. بعد ذلك بدأ يسمع صوت ضجيج في الجهة الأخرى من المنزل، فذهب لاستكشاف الأمر لكنه لم يجد أي أحد، فاعتقد بأن سبب هذا هو الرياح القوية فعاد للعمل. بعد ذلك تحرك ذلك الباب لوحده، وعندما ذهب إليه لم يجد أي أحد هناك. والغريب هو أن هذا الرجل لم يشعر بالخوف، بل قال بأن ربما الجن الذي يسكن هذا المكان يحاول أن يمزح معها، فطلب من الجن أن يعطيه إشارة أخرى ليتأكد. ثم تحرك باب آخر لوحده، وقد ذهب الرجل إلى هناك لكنه لم يجد أي أحد. Spirito, se ci sei, fammi capire che ci sei. Bene, ragazzi, qui sono stato chiuso dentro in una stanza. Okay.
بعد ذلك قام بإخبار الحارس الموجود في مدخل المبنى بأن هذا المنزل تحصل فيه أشياء غريبة، وقد جاء الحارس ليتأكد، وفجأة قذفت تلك العلب الكرتونية بقوة، مما جعل الحارس يصاب بالصدمة والخوف، وقد جعلتهم هذه الأحداث يعتقدون بأن هذا المنزل مسكون بالجن. Ho sentito un rumore strano, cioè, e poi adesso, boh, non lo so, ti faccio vedere, cioè, più o meno è successa una cosa così, ma con la porta. فماذا ستكون ردة فعلك بالصراحة لو كنت مكان هذا الرجل؟ هل ستحاول التواصل مع الجن وتطلب منه أن يعطيك إشارة عن وجوده كما فعل هذا الرجل؟ أم ستشعر بالخوف وتهرب من هذا المكان؟ شاركونا رأيكم في تعليق. إذن كانت هذه بعض المشاهد لأشياء مرعبة صورتها الكاميرا. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. دمتم في أمان الله وشكرا لكم.